هيصحح الأخطاء بشكل واضح. واللي عايز أقوله دي أنباء بقى ومعلومات لي أنا بقولها لحضراتكم. الراجل كان متنرفز جدا 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 ما بين شوطي المباراة. والراجل كان متنرفز جدا 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 بعد المباراة. لأول مرة منذ أن جاء مارسيل كولر للنادي الأهلي وحتى هذه اللحظة، لأول مرة النهاردة يكون الراجل بهذه النرفزة على الأداء وعلى اللاعبين أو على بعض اللاعبين اللي موجودين. هو الراجل كان حابب إن هو يوضح ده لكل الناس. ليه؟ علشان اللعيبة تعرف إن لا، النهاردة مش كويس، إحنا كسبنا 3-0 ولكن إحنا مش كويسين. يا جماعة الدوري ما خلصش. هو الدوري ما بدأش أساساً عشان يخلص. الدوري لسه بدري جداً. عندنا مباريات غاية في الصعوبة.